طبعا هذا الدكتور الله يرحمه ويغفر له ويقلب عظامه في الجنة بين الدقيلة من داخل قلبي، وانا ما اعرفش لا هو خالي ولا هو عمي ولا اعرفه، ولا هو زوج خالتي ولا زوج عمتي ولا اعرفه، ما اعرفش يعني ما اعرفش بين الدقيلة من داخل قلبي، بس سمعت وبين اشوف في مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلموا عنه وبيترحموا عليه، بيقولوا انه طبيب الفقراء والغلابه المساكين. طبعا هذا الطبيب حصلت له قصه، كان في ناس ساكنين جنبه سمع ولد عمره 10 سنوات بيبكي لامه، بيقول لامه يمه الولد طبعا فيها السكر، يقول لامه يمه تالي الجرعه حق السكر الانسولين تاعب كنتش هموت. قالت لها الام لو ادي لك الجرعه هذه اخوتك ما يتعشمش، انا موت جوع. فتاثر الولد هذا تاثر، فضل على الجبل، طلع على الجبل يحرق نفسه، يضحي بنفسه علشان اخوته يعيشوا هذا. فالدكتور هذا شافه وهو بيحرق، فصار طاب الطاني وبيغطي كذيه علشان بيحاول ينقذه، ما قدرش ينقذه، فعل جهده الدكتور هذا الله يرحمه، فعل جهده ما استطاعش، الطفل مات الولد هذا. طبعا الدكتور من هذيك الساعه تاثر، في هذاك الوقت تاثر خلاص، وسخر نفسه ودراسته وعلمه كلها من اجل الفقراء والمساكين. يعني عزم النية، قال خلاص أنا شعالج أي فقير وأي مسكين ما بش معه مني مجانا، هكذا سخر نفسه هكذا، لا يشتري أراضي ولا يشتري فلل ولا يشتري عقارات ولا يشتري سيارات ولا يشتري بدلة حالية ولا بيبرم مع أصحاب الصيدليات علشان نسب، ولا بيصير يدور لها أمراض، والذي يدي لها أمراض يدي للنسبة أبدا أبدا، ولا يشتري منها ولا ماشي يشتري غير الجنة، يدور لآخرته الرضا من الله ويدخل الجنة، هذا الذي يشتي. فلذلك الناس كلهم العالم كلهم بيبكوا عليه، في مصر الآن حارات كاملة بيبكوا عليه، في كل بيت بيبكوا عليه، وبيترحم الذي يعرفه والذي ما يعرفش كلهم بيبكوا عليه، وكلهم الله يرحمك الله يرحمك الله يسكنك الجنة، يعني كلهم بيدعوا عليه، كم عالم هذا في مصر. وفي البلدان الأخرى يعني كل حتى في اليمن، ادخلوا مواقع التواصل الاجتماعي شوفوا ما بين أهل الشم، حتى أنا بين أقول الله يرحمه، دعيت له من داخل قلبي على ما سمعت وشفت عليه. تمام، جبسوا عندنا الدكاترة عندنا، مصاصين الدماء عندنا، الدكاترة الذي عندنا حرم، لو دموت جنبه، لو دفحر جنب الدكتور هذيه وعلاجك في يده، يعني يقدر ينقذك، حرام ما يقول لك بكم، إن معك زلطة يعالجك، ما بش معك زلطة يلعن والد والديك، موت فحر ما علي منك، ناسين ارحم الراحمين، مش مرتبطين بارحم الراحمين اساسا، كلاب، مع احترامي للكلاب، انا ما بين اقولش الدكاترة كلهم، انا بدي اتكلم على الدكاترة الذي هم كلاب، أما في دكاترة يعني بس قل له مش من خيرات، دخل له عند أي دكتور مثلا في أي عيادة شكلهم سرق، صورته سارق مش دكتور، دخل له عند العيادة شكله سارق وسنان هؤلاء مخرج، مصص دماء أي مصك يمصك يقرطك الزلط وخلاص يسلخك، يخليك تبيع بيتك وجنبيتك وسيارتك وتتين وتطربك وتطلب علشان تتعالج، ولو عادوا دكتور يسوى ويعالجك ما بش، سارق شكلهم سرق والله، سرق زمان بالله، نادر ما تحصل دكتور هكذا شكل الرضيع هكذا وابن ناس، نادرا ولا شكلهم سائق ما فيك، كم في جيبك، كم قلت لك تعال، كم في جيبك، بيدور يلهض والدي، ما بيخافوش الله ابدا، ما بيخافوش الله ولا هم، استغفر الله العظيم، شي يصبط ارضيه وشي يصبط فيلا وشي يصبط عقار وشي، قد بيتعاملوا مع عقال الحارات، يقول لعقل الحارات تي لي مرض وانا شتي سعايتك، بيتعاملوا مع مكاتب العقارات، يقول تي لي مرض وانا شتي سعايتك على الشهر سعاية ايجار شهر، كلاب وحوش عندنا، شوفوا الدكتور هذا،
دكتور هذا يعني سخر نفسه وحياته وعلمه وما معه للفقراء المساكين، كلهم بيترحموا على كلهم، الله يرحمه الله يسكنها الجنة كلهم. الدكتور عندنا في اليمن ما قد خرج المريض من عنده، عدو غير خرج باب العيادة وقضى المريض بيقول الله يصيبك وينتقمك ويزيلك، الله الله طرح لك بره، وعدو عايش المريض ما قد متش، والدكتور ما قد متش وقد بدعي عليك باب العيادة كم قد سلخته، دخل عندك بمئة ألف يخرج وقدو مديون فوق الميم مية، قد مكنك المية وزيد التيل مية وحولها لك، خاف الله ولو عادك عالج تتي عليها قال لك كمية ناس ما بش من مرض يعني مرض خفيف، وتجي تصير فعلي تصير فعلي مقطعية تصير فعلي شيبس تصير خبز تصير عيب 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 اتقوا الله، سيروا كيف اشكالكم. بهذلي بهذلي الا ما ندر يعني نادر نلقى دكتور ابن ناس محترم موجود يعني بس قليله قليله، اما الاغلبيه حبيبي الطاب عمل عمل مستشفياتها الخاصه ليلة في العناية المركزي بمئتين ألف، ليلة بمئتين ألف، برج خليفة بمئتين ألف، قدو ميت قدو ميت وعادوا بيشلوا من أهل الميت على أساس إنه عادوا عايش، قد له من حن مات شهر ويوميا مئتين ألف مئتين مئتين مئتين، وهولك يعني عاد عندهم أمل إن المريض حقهم هيجي وأي هذا وأي إنه قدو ميت قدو معفن ميم 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 تقى والله كلها حلال زلال، الآدمي مات ولا معه حاجة ولا معه شيء، خفيف 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 ما بيش لا من ندعي عليه ولا معه صلاة حرام ولا حاجة، خفيف لا عند الرحمن الرحيم إن شاء الله لا للجنة بإذن الله، حرام إن في وشاه الجنة مرسومين وانتو في وشكم النار، تصير عند دكتور يقعي يخرج من لك في اللهب ساعة قريسو، ترى لو قضى المريض محاروة كانه تصيروا غالبية المرض تصير هنا حرق وهنا حرق، مش شو من المرض الذي فيه من الدكتور لما يقعي بيخرج لهبه وغير ما يتلوهش المريض ما يدريش ما يدريش أبدا لا اللهبة حق التكاترة مخفية ساعة الأزرق ما دبنش من تحت ساعة الأزرق بيخلوها مخفية. هل قد شفتوا مثلا يمني بدعي لدكتور ويقول الله يرحمه؟ حرام انهم بدعوا عليكم لانها الله لا يرحمك الله لا يوفقك، حرام انه بيدعي اننا نعرف ناس بيدعي ويلعن التكاتره لا سبع جد، الله يلعن ويلعن والد 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 والده ابن اليهودي ابن الكلب، الله لا يرحمه الله لا يوفق الله يجعل سرطان في كذاك خبر عيني تقى والله خاف والله بدي اكله نسبه من صاحب الصيدليه ودي اقسم بالله راضي من حقاري حقاري، بعض المرض يدخل عند دكتور يدخل عند دكتور وقد الدكتور يكتب له علاج رموز شوف خارج يا راس تبي يا هذاك المسكين يصير يشيلها من عند صيدلي بيدين ولا شيء، هذاك ما يفهمش الصيدلي ما يدريش رموز رموز معين مبلغ من صيدلي معين يرجع عند الدكتور يقول هذا ما لقيتش، يقول ما عسي الا عند الصيدليه الفلانيه اللي عند مدري موجود ويوصل له عند الصيدليه ده فاهم الصيدليه اللي بيتعامل معاه الدكتور، لان اصحاب الصيدليات قدو يعني بارم للموضوع هو الدكتور قد بينهم عقد معي علاجات معينه ما مشيتش، فانت اي مريض يجي كن كتب له علاج عشان يمشي ونسبتك يا دكتور ان شاء الله يعني هذا تدخل في السيستم هذا اللهم صل الله على والد والديكم يا شرك، قال لك الدكتور قبحكم الله قبيح والله 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 رب الكعبة ان انا اعرف دكاترة اعرفهم شخصيا واجلس معاهم قسما بالله ويتجابلوا، كل دكتور يقول للثاني خلاص ارسل عندي انت مريض تمام ونسبتك كذا وانا ارسل عندك مريض يعني هكذا بيلعبوا بالناس، رسلك مريض قلت لي ساعتين وترسل لي مريض شهر الاول ما رسلت لي الا
60 مريض يعني ما يعني اين هذا؟ طيب يا دكتور كله يسلنا عندنا بعدين صعب السيد. حرام في حرام، حرام في حرام. انا بنوجه رسالتي للوزير الصحه، يا دكتور ضهاء اذا تكرمت ضرب له، ادخلوا المستشفيات الخاصه، بصيروا ايش من جرائم بيفعلوا بالمساكين، ادخلوا شوف ما تخسروش حاجه، ادخلوا ولا ادخل انا فلت، ادخلوا انتوا. انا لو انا مختص، والله لو انا مختص لا ذبحهم، حرام ما بكي الدكتور من اول السرق من جك. سيروا المستشفيات الخاصه على اساس انه مستشفى هو شقه، استاجروا شقق 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 يا وزير الصحه شقق. وقال لك مستشفى البدي النموذجي التخصصي يعني كادر طبي من بولندا من حيرندا، وتدخل وانهم شويه سرق. دكتور القلب، دكتور الاسنان، دكتور الاسنان ولا محسن ولا محسن مع غير واحد ثنيه، والباقي قد قال لحن زوزت. وقال لك دكتور اسنان، دكتور العيون تدخل من احول، هذا دكتور العيون. تقوى الله، ادخلوا المستشفيات افعلوا يعني لجنه الرقابه، تبصروا كم بياكلوا كم بيمخضوا، مش يذكر اسماء المستشفيات. حرام، الناس مساكين في اليمن، الناس مساكين في اليمن مش معاهم تامين صحي ولا معاهم وظائف ولا معاهم شيء. في بعض المسؤولين مع التامين الصحي وكذا وكذا، هنا داخليا وخارجيا وبارجيا. الاردن قد اكلتنا مليارات، كانوا عيال المسؤولين يصيروا يتعالجوا لو في حتى تحش، ويصير يتعالج في الاردن بمئات الملايين على حساب الجمهوريه اليمنيه. قال يعني قد عمروا من عرضنا وبنوا بلاد من عرضنا، الاردن من عرضنا، وكان المفترض ان احنا نعمل المستشفيات هنا وان احنا ناهل اطباء هنا وخلاص، واحنا حق نعم هناك هناك يستخفوا بالمريض اليمني في القاهره بيدسعوه. هذا موضوع ثاني عن جعل ناقش في فيديو ثاني. ما له حل. شنو كيف الناس، كيف الاطباء؟ حرام ان الدكتور البيطري، البيطري الذي بيعالج حمر وحيوانات بيرحم لا شيء حمر ولا شيء في الصقيق ولا بيكشط، ده يدخل عنده حمر بيكشط يدفي وهو حمار، يرجع يكمل الحمار يجابر الدكتور يقول يا عم سلام بل حكى لهجته على ما اعتقدها. تقوى الله، تقوى الله، الله يرحمك يا دكتور محمد عبد الغفار مشاري، الله يرحمه.